البحرين تعلن إحباط عمليات إرهابية وضبط أسلحة ومتفجرات إيرانية. قبيل زيارته لطهران، غروسي يأمل في استئناف أنشطة التحقق النووية في إيران. تقارير تكشف سيطرة الحوثي على مفاصل الدولة وإيراداتها وتهميش الأسر الموالية من خارج جناح صعدة. مفوضية الانتخابات تقفل باب الترشح للرئاسة الليبية اليوم، وتيار القذافي ينقسم على ثلاثة. أهلاً بكم مشاهدين إلى هذه النشرة الإخبارية. أكدت وزارة الداخلية البحرينية القبض على ما وصفتها بعناصر إرهابية، مضيفة أنها ضبطت بحوزة هذه الخلية أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران. وفي تغريدة على موقعها على تويتر، أوضحت الداخلية البحرينية شروع هذه العناصر في التخطيط والإعداد لعمليات تستهدف الأمن والسلم الأهلي، لافتة إلى أنها ترتبط بمجموعات متطرفة موجودة في إيران. مشاهدينا، لمعرفة المزيد من المنامة ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث السياسي عبد الله الجنيد. أهلا بك معنا سيد عبد الله. سيد عبد الله، يعني كان قبل يومين هناك مؤتمر يناقش التصعيد الإيراني من حيث تخصيب اليورانيوم وما يدور من تهديدات في المنطقة، وصادف بعد يومين وجود هذه الخلية وهذه الأسلحة والمتفجرات. على ماذا يدل ذلك، وما هي أبلغ المعلومات المتوفرة لديك الآن؟ مساءك استاذ تعالي وكذلك مشاهدي القناه. حتى الان المعلومات اوليه، اولا يعني ما تعنيه هذه المعلومات الاوليه من حفظ مجريات التحقيق للوصول للاهداف، وربما لكشف المزيد من الخلايا العنقوديه المرتبطه بهذه الخليه. طبعا الاعلان الرسمي او التصريح الرسمي الصادر عن تحقيقات جنائيه ان لهذه الخليه ارتباطات مباشرة بحزب الله في لبنان بشكل مباشر، وكذلك قضية أخرى وهو غسيل أموال كبرى أعلن عنها في سبتمبر الماضي ويتورط فيها أطراف يعني بحرينية وكذلك غير بحرينية. نعم، ما هي يعني ردود الفعل في الداخل؟ كيف اكتشفها؟ كيف تم العثور على هذه الخلية؟ وما هي مخططاتهم؟ بالتأكيد هذه ليست الخلية الأولى التي يقوم بتشكيلها الحرس الثوري أو الإيراني أو كذلك حزب الله الناشط في هذه المنطقة. قبل فترة بسيطة وجدنا كشف عن خلية أخرى في الكويت كانت تقوم بغسيل أموال، والمصدر الكويتي حينها أعلن أن ذلك تم بالتنسيق مع جهاز استخبارات خليجي، وربما قد يكون البحرين أو دولة أخرى. ولكن ما يهم هو عملية الاستباق في كشف مثل هذه الخلايا وتطوير عمليات الرصد المبكر، وأهمية يعني متابعة عمليات تسييل أموال. وهذه يعني ما قاد في هذه المرحلة أو ما كشفت عن التحقيقات للكشف عن هذه الخلية الأخيرة، ولن تكون الأخيرة. أنا أعدك أننا سوف نجد الكثير من هذه الخلايا، لا زالت نشطة في أكثر من دولة خليجية، ربما هي خاملة الآن، ولكن الحرس الثوري وحزب الله يخطط لتنشيط مثل هذه الخلايا في فترات سياسية معينة. نعم، طيب سيد عبد الله، هذا كيف يعزز وجود الدول الخليجية في أي مفاوضات مقبلة مع إيران؟ يجب أن لا ينظر لهذه لهذا الكشف كأنه أحد عناصر القابل للتوظيف في التفاوض مع إيران. هذه مسألة تمس الأمن القومي الخليجي، سواء المجتمع أو للدول بمفردها. ولكن ما يجب الانتباه له أن حصانة هذا الأمن القومي المشترك يكون برفع وتيرة التعاون
بين أجهزة الاستخبارات والرصد الإلكتروني كذلك في عملية الكشف عن مثل هذه الخلايا والتصدي لها، خصوصا عندما يكون ذلك بشكل استباقي، أي قبل أن لا تصدر تعليمات بتنفيذ عمليات إرهابية سواء في الكويت، البحرين أو السعودية. نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات من المنامة. عبر الهاتف كان معنا الباحث السياسي عبد الله الجنيد، شكرا لك. الاتفاق النووي الإيراني لا يزال محور الاتصالات واهتمام إسرائيل، حيث أكد وزير دفاعها بني غانتس أن بلاده ستدعم إبرام اتفاق نووي مع إيران على يكون أقوى من الاتفاق السابق ويضمن الإشراف الدقيق على المنشآت النووية الإيرانية. وقال غانتس إن الاتفاق يجب أن يدمر القدرات النووية الإيرانية الحالية ويسمح بإجراء عمليات تفتيش مفصلة للمنشآت والأسلحة النووية الإيرانية. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن المسؤولين الأمريكيين حذروا نظراءهم الإسرائيليين من أن الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية قد تكون مرضية من الناحية التكتيكية، لكنها تأتي بنتائج عكسية. ووفقا للصحيفة فإن الإسرائيليين لا يعتزمون الاستسلام كما تجنبوا التحذيرات الأمريكية التي يرون أنها تعطي فرصة لإيران بتسريع بناء برنامجها النووي. وأشار المسؤولون في تحذيراتهم إلى 4 هجمات استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في الأشهر 20 الماضية منسوبة إلى إسرائيل، إلى جانب مقتل أكبر عالم نووي إيراني. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه يأمل في إنشاء حوار وتعاون مباشر ومثمر خلال زيارته لطهران من أجل استئناف أنشطة التحقق النووية في إيران. غروسي الذي غرد عبر حسابه على تويتر أكد أنه غادر إلى طهران لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك لمعالجة المسائل العالقة في إيران، كي يتسنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية استئناف أنشطة التحقق الأساسية في البلاد خلال الفترة القادمة. وبالتزامن مع زيارة غروسي إلى طهران اليوم، جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة شروط بلاده من المفاوضات النووية المقبلة بإلغاء كامل العقوبات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار إلى أن الوكالة الدولية تدرك جيدا أن الاستهدافات الإسرائيلية للمواقع الإيرانية كان لها أثر كبير على بعض الجوانب الفنية. ووجه زادة الوكالة الدولية للطاقة بالاكتفاء بالتعاون الفني فقط وترك الشؤون السياسية، قائلا إن طهران تتخذ القرارات اللازمة في سياق التطورات وبناء على الظروف. لطالما نصحنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبقاء على طريق التعاون الفني وعدم السماح لبعض الدول بدفع توجهاتها السياسية باسم الوكالة. نحن نتخذ القرارات اللازمة في سياق التطورات وبناء على الظروف. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أكد أن الوفد الإيراني سيتوجه إلى فيينا للتفاوض بشكل جدي من أجل رفع العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني على حد قوله. الوفد الإيراني سيتوجه إلى فيينا ونحن عازمون بشكل جدي على رفع العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني. إذا لم يكن لدى الأطراف المفاوضة الأخرى في محادثة فيينا هذا التصميم الجاد أو إذا رافقوا إرادتهم الجادة بنوايا غير بناءة، فإن رد إيران سيكون بالتأكيد متناسبا مع ذلك. من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، أهلا بك معنا سيد عارف. ما زالت إيران تصر على رفع العقوبات بشكل كامل قبل الدخول أو استقبال شروط البرنامج النووي، ما هو المرتقب إذن من المباحثات المقبلة أو المنتظرة؟ تحياتي لك أستاذة تهاني ولمشاهديك الكرام. أنا أعتقد بأن هنالك توجه إيراني وبالتوازي معه توجه حتى أمريكي على أن المفاوضات الغادمة تتمخض من اتفاقات موقتة، يعني يكون محورها التزام مقابل التزام، التزام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مقابل التزام من قبل إيران.
لكن الاشتراط الأساسي الذي تعمل عليه إيران هي الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية بشكل عاجل. وبالفعل هنالك بعض المفاوضات السرية موجودة في عمان بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يبدو بأن هنالك قبول بهذه الاشتراطات. طيب كيف تنظر أيضا إلى الموقف الإسرائيلي الذي قال ستكون هناك عودة للبرنامج النووي ولكنه سيكون أقوى مما سبق؟ ماذا يعني ذلك في ظل التعدي المتزايد من الجانب الإيراني برفع نسبة تخصيب اليورانيوم؟ أنا أعتقد بأن هذا الأمر هو ناتج من انغسام الإدارة الإسرائيلية والرؤية الإسرائيلية على غرار حتى الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك أقطاب، مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية روبرت مالي وحتى وزير الخارجية هم مع الاتفاق، ربما وزير الدفاع يختلف مع هذا الأمر. نفس عكس هذه الحالة موجودة في إسرائيل، وزير الدفاع مع اتفاق لكن بشروط، لكن ربما وزير الخارجية وحتى رئيس الوزراء ضد أي اتفاق وضد ضد ربما هذا الأسلوب من الاتفاق مع إيران. وهذا الأمر أعتقد بأنه يتعلق بالوضع الداخلي الإسرائيلي والوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، يريدون الاستفادة من هذا الأمر إلى وضعهم الداخلي. لذلك أنا أعتقد بأن ممكن هذه قراءة هذه التصريحات باعتبارها تصريحات إلى الداخل الإسرائيلي والداخل الأمريكي أكثر من كونها موجهة إلى إيران. نعم، طيب ما هي فرص أن تكون الدول العربية أو الدول المجلس التعاون الخليجي التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي بأن تكون حاضرة في هذا الاتفاق على مستوى دولي، ولا نتحدث عن مباحثات أو يعني نوع من تقارب وجهات النظر بينها وبين إيران على المستوى الإقليمي؟ أنا أعتقد بأن هذا هو التوجه الصحيح الذي لطالما تخلف عنه العرب والخليجيين بشكل عام. هل العرب لا تخلفوا، ولا هو هناك كانت ترتيبات أمريكية بأنه يقتصر فقط مباحثاتهم فيما يخص الشؤون الإقليمية بعيدة عن مسألة المفاوضات بشكل كلي في فيينا؟ هذا جانب كبير منه، لكن هنالك أعتقد بأن عندما عقد اتفاق 2015 كانت قضايا أخرى، الوضع كان مختلف، لذلك كانت ما كان لهم أن يدخلوا بهذا المدخل القوي. لكن الواقع الخليجي وما فرضه الملك سلمان وولي عهده أعتقد بأنه فرض واقعا جديدا سيجعل من المملكة العربية السعودية والخليج بشكل عام يكون ذات دور فاعل لصد إيران وإفشال خططها بالحصول على القنبلة النووية. طيب ماذا عن مناقشة صواريخ إيران الباليستية والطائرات المسيرة التي يعني كان هناك قلق دولي من وجود هذه الطائرات التي كان تم اكتشافها في أكثر من عملية حدثت، سواء كنا نتحدث عن العراق نتحدث أيضا عن الطائرات المسيرة الموجودة عند الميليشيات الحوثية، هل سيكون نصيب المفاوضات المقبلة سيأخذ حيز كبير النقاش حول هاتين النقطتين؟ يعني هذا أنا أعتقد بأنه مستبعد مع في ظل الظروف التي حدثت، لكن ما هنالك نماذج حصلت. النموذج الأول هو نموذج أوباما الذي لم يتطرق إلى هذا الأمر، وهذا ما حدا بترامب أن ينسحب. لذلك أنا أعتقد بأن في ظل الاتفاق المؤقت الذي تعمل عليه الولايات المتحدة سوف لا ينطرح هذا الأمر، لكنما إذا أريد أن يطرح اتفاق شامل على خرار ما حدث في 2015 يجب أن يكون هذا العامل إلى جانب حتى التمدد الإقليمي الإيراني ضمن أي اتفاق نووي لضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة. يعني هناك انقسام أساسا داخل الولايات المتحدة الأمريكية على طريقة التعامل مع التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية في المنطقة، وبالرغم من ذلك كان هناك حديث عن أن واشنطن لا تستبعد أن يكون هناك رد عسكري ربما في فترات قادمة نتيجة هذا التعجرف الإيراني إنجاز تسميته. نحن أمام أي منعطف الآن؟ هل فعلا ستدخل الولايات المتحدة هذا الاتفاق بالشروط الإيرانية أم سيكون هناك خيار آخر بسبب الضغط الإسرائيلي أيضا؟
أنا أعتقد بأن فيما يبدو بأن هنالك التوجه، يعني السيناريو الذي أراه بأنه أقرب إلى الواقع هو أن يكون هنالك طرح أو خطة، يعني بلان سي هو بلان الإسرائيلي بالتوافق مع دول عربية خليجية هي التي ستكون يعني الخط الأمامي لمواجهة إيران، لكنما الولايات المتحدة ستكون داعمة إلى هذا الاتفاق في حال فشل الاتفاق النووي. وأستبعد كل يعني الاستبعاد أن تكون الولايات المتحدة هي بالخط الأمامي إلى مواجهة طموح إيران النووية. نعم، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات من لندن، الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، شكرا لك. هذه الساعة مستمرة معكم مشاهدينا، وفيها بعد هذا الفاصل: مقتل قيادي حوثي غربي تعز، وقوات الجيش والمقاومة تؤمن مناطق محررة في الساحل الغربي. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك. قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعدا في كل يوم. أهلا بكم مشاهدين. نتوقف مع هذه العواجل. إعلام النظام السوري يقول إن انفجار دير الزور قتل 4 جنود أثناء عملية تفكيك ألغام، وكان هناك أيضا تصريح من المرصد يقول انفجار مجهول في حي القصور بدير الزور الخاضع لسيطرة النظام والميليشيات الإيرانية. لمعرفة المزيد من القاهرة ينضم إلينا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك معنا سيد رامي، نريد أن نعرف منك تفاصيل هذا الانفجار، تفضل. نعم، بالفعل 4 قتلى من عناصر قوات النظام وإصابة 5 آخرين بجراح نتيجة الانفجار الذي وقع في حي القصور قرب مسجد. طبعا دعينا نقول أن نظام وميليشيات، ولا النظام كون أن يوجد في داخل مدينة دير الزور ميليشيات إيرانية. الانفجار وقع في حارة الشريدات بالقرب من مسجد الفتح. لا يعلم إذا ما كانت حقيقة الأمر سيارة مفخخة وحاولوا تفكيكها وانفجرت بهم، ولكن بالنهاية
هناك من قام بزرع ألغام سواء كانت سيارة مفخخة أو ألغام انفجرت بعناصر قوات النظام داخل مدينة دير الزور، وهو تطور لافت. الهجمات سابقا كانت تكون على القوات الإيرانية وقوات النظام عند أطراف المدن في يعني ترصد من قبل تنظيم داعش أو قوات النظام والقوات الإيرانية عندما يخرجون من هذه المناطق، ولكن اليوم الهجوم بسيارة مفخخة داخل مدينة دير الزور بعد سنوات من إعادة النظام السيطرة عليها، هذا يدل على شيء واحد، بأن النظام ليس بالقوة التي يتحدث عنها، وأنه مسيطر على هذه المناطق من رغم من ما يقوم به الآن من ما يعرف بالمصالحات في دير الزور. تطور لافت سواء كان العبوات داخل السيارة أو كانت سيارة مفخخة، ولكن بشكل قطعي ليست سيارة انتحارية كون أنها يعني وضعت في مكان ومن ثم أدى انفجارها لمقتل 4 عناصر. نعم. النظام والميليشيات المواطنة. نعم. أرجو أن تبقى معي، سنتوقف نشاهد صور للسيارة كما تشاهدون، هذه صورة السيارة المفخخة التي أدت إلى مقتل 4 جنود من قوات النظام، وكان المرصد تحدث وقال بأن هناك انفجار مجهول في هذا في حي القصور بدير الزور، وهذا الحي يعتبر خاضع لسيطرة النظام والميليشيات الإيرانية. طيب سيد رامي، أنت تحدثت بأن ذلك يدل على أن سيطرة النظام ليست بذات القوة التي يصفها في وسائل الإعلام، من ممكن أن يكون استهدف قوات النظام؟ قد تكون داعش حقيقة الأمر، ولكن دعيني أقول لك بأن لنذكر المشاهدين يعني الكثير لا يعلم بأن محافظة دير الزور أو الجزء الخاضع لسيطرة النظام من المحافظة هو بالفعل خاضع لسيطرة القوات الإيرانية وميليشيات إيران. يعني إذا تحدثنا وعدنا هذا الكلام وكررناه من البوكمال حتى الحدود الإدارية مع محافظة الرقة، كل هذه المناطق هي تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني في أداة من حزب الله اللبناني، بالإضافة لميليشيا فاطميون وميليشيات أخرى من ولاية إيران، وتواجد قوات النظام فيها هو تواجد شكلي وليست سيطرة حقيقية على هذا الجزء من الأراضي السورية. أنت قلت بأنه قد يكون الاستهداف من قبل تنظيم داعش، هل معنى ذلك بأنه سينشط تنظيم داعش خلال الأيام المقبلة أم ماذا؟ وهو بالفعل نشط، وهو ينفذ عمليات شبه يومية سواء بالمحافظة دير الزور، الرقة، البادية السورية، هناك عمليات شبه يومية من قبل تنظيم داعش تستهدف قوات النظام والمجموعات الموالية لها وبشكل أقل ميليشيات إيران المتمركزة في البوكمال بشكل أساسي أو ما يعرف بطريق قاسم سليماني، الذي أصر قاسم سليماني على عادته للعمل وهو طريق طهران بيروت في هذا الجزء من الأراضي السورية. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من القاهرة رامي عبد الرحمن. ننتقل إلى الشأن اليمني. قتل قيادي ميداني بميليشيا الحوثي وعدد من مرافقيه في منطقة مقبنة غرب تعز، وقال مصدر عسكري إن مدفعية القوات المشتركة استهدفت ما وصفه بمشرف الميليشيات في مديرية مقبنة عابد هجوان ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة ما أدى إلى مصرعه. وأضاف المصدر أن القيادي مشتاق أحمد بن أحمد وعددا من عناصر الميليشيات قتلوا أيضا، فيما أصيب آخرون بينهم شقيق هجوان. وشهدت الحدود الإدارية لمحافظتي الحديدة وتعز في الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بعد استكمال تحرير وتأمين ضواحي مركز مديرية حيس جنوب الحديدة. الله أكبر. يا أحد غنام من الجيش الحوثي. نشر موقع إرم نيوز وثيقتين تكشفان حجم الصراع القائم بين التيارين الرئيسين في ميليشيات الحوثي، وهما التيار القبلي والتيار السلالي. وتظهر الوثيقتين أن الصراع يدور حول المناصب العليا، لا سيما منصب محافظ محافظة صنعاء. تصدع داخل البيت الحوثي ينذر بانهيار سريع للميليشيات ومن يدور في فلكها.
تناحر جديد على السلطة بين قبيلتين، وثيقتان مسربتان كشفتا حجم الصراع القائم بين الطيارين القبلي والسللي الذي ينتمي منتسبوه إلى أسر تزعم تميزها العرقية عن بقية أبناء اليمن. مواجهة الطرفين لا أحد يتوقع نهايتها إن بدأت، وأهدافها النفوذ والمناصب العليا. يتمحور الصراع الحوثي على منصب محافظ صنعاء. الوثيقة الأولى كشفت عن محاولات إزاحة محافظ صنعاء الحالي الذي ينتمي سلاليا إلى طائفة الحوثيين ويدعى عبد الباسط علي مهدي، في مواجهة القيادي الحوثي فارس الحباري من قبائل أرحب، ويطمح أيضا بمنصب المحافظ. ولا يقتصر الصراع بين الطيارين على السلطة، بل يمتد إلى ساحات القتال، فالمنتسبون إلى السلالات الطائفية للحوثي يوصفون بالقناديل، فيما يوصف أبناء القبائل المقاتلين بالزنابيل، وهو لفظ محلي في أوساط اليمنيين ويقلل من شأن أبناء القبائل المنخرطين في صفوف الميليشيات. ويرجح موقف زعيم التمرد عبد الملك الحوثي دائما كفة السلاليين الموالين عقائديا وطائفيا له على كفة القبليين باستثناء أبناء قبائل صعدة الذين قاتلوا خلال الحروب الست ضد حكومة الرئيس السابق علي عبد الله صالح. بلغت حدة الصراع بين الطيارين في بعض محطاتها حتى استخدام القوة لفرض مسؤولين محليين في مكاتب حكومية في صنعاء وضمار ومناطق أخرى تقع تحت سيطرة الانقلابيين، ويبقى تيار السلاليين الطائفي متفردا في حقه بالسيطرة على مفاصل المؤسسات الرسمية بزعم انتمائه عرقيا إلى الحوثية. وليد سليم، الحدث. رفيقي في الانقلاب، خصمي في الغنيمة، هكذا ينظر عبد الملك الحوثي للأسر السلالية المنتمية لطائفته من مناطق خارج صعدة وحجة. كانت دائرة أسرة الحوثي السلالية واسعة في حروب صعدة والانقلاب على الشرعية، لكنها سرعان ما ضاقت في أول منعطف جرى فيه توزيع المناصب. الحوثي بحسب تقارير انفرد بالقوة على بقية السلالتين في اليمن بانتزاعه أكثر من 90 منصبا حساسا لأسرته ومقربيه من صعدة. استحوذ على مفاصل حساسة في تركيبة سلطة الميليشيات، منها وزارتي الداخلية والدفاع وجهازي الأمن والمخابرات والمناصب القيادية أيضا. ولكونه ميالا للدم، لم يكتف الحوثي بإبعاد شركاء الانقلاب، بل كان مصير العشرات منهم التصفية بوسائل مختلفة، كما تم إقصاء وإسكات عشرات آخرين. ماضيا في تنفيذ مخططه، استبعد الحوثي في فترات متباعدة رموزا من صعدة، أبرزهم القياديين عبد الله عيضة الرزامي وصالح هبرة ويوسف الفيشي، غير المنتمين لسلالة الحوثي ممن شاركوا في تأسيس الميليشيات. موقع الثورة نت كشف تفاصيل مخطط الحوثي ونشر قائمة بالمناصب التي تغلغلت فيها الحلقة الضيقة من عائلة الحوثي، مقابل انحسار الأسر السلالية الأخرى. تمددت عائلة الحوثي في معظم هياكل الهيئات القيادية للحركة والمجلس السياسي الأعلى، وكذلك الحال في حكومة الانقلاب. وبهدف وضع اليد على القرار المالي، سيطر الحوثي وعائلته على أكثر من 15 مؤسسة مالية وإرادية، بينها البنك المركزي، وهي هيئات إرادية تمنح الحوثي الثراء السريع. تعمد الحوثي تضييق دائرة النفوذ والمصالح وحصرها في يده والمقربين من سلالته، وذلك يهدد بانقسام داخل التركيبة السلالية للميليشيات، وهو ما طال بعض الأسر التي ناصرت الحوثي من خارج صعدة كآل الشامي.
من القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني يحيى العابد لمناقشة هذا الموضوع. أهلا بك معنا سيد يحيى. صراع المصالح والمناصب، يعني ما هو حجم الانقسام الذي ينعكس من هذه التصرفات في الحركة الحوثية؟ بداية تحيتي تحية لك ولمشاهديكم الكرام. الحوثي أصلا أساس وجوده وتكوينه وزرعه في اليمن هو مشروع سلالي يعتمد على سلالة بين قوسين القناديل واستغلال الزنابيل في مشروع سلالي. الزنابيل هم أبناء القبائل وبقية فئات الشعب اليمني، القناديل الأسر الهاشمية التي أساسها أو الصفوة منها ينظر إليها الحوثي أنهم هاشمي صعدة، ومن ثم بقية المحافظات وصنعاء. الانقسام كبير واستغلال، وإذا قلنا رقم 90 الوارد في تقريركم فهو الضيق في إطار عبد الملك الحوثي وليس بمعناها الشامل. عندما نتحدث عن هذه الجماعة والعصابة السلالية ومشروعها القادم من الزمن الغابر نتحدث عن آلاف العناصر القادمة من صعدة، جحافل صعدة التي استولت على أهم المناصب الحكومية، أبرزها 6 مقاعد موجودة في المجلس السياسي أو ما يسمى بالمجلس السياسي، إضافة إلى 7 حقائب وزارية. نتحدث عن وزارة الدفاع وما تتبعها من 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 دوائر عسكرية هامة، إضافة إلى دوائر الاستخبارات ومثلها الأجهزة الأمنية والشرطة الوقائية والجيش الوقائي. عندما نتحدث عن هذه العصابة وما قامت به من مشروعها الانقلابي حتى اليوم، نجد أنها من لم تجد وسيلة لقتله تعمل على وضعه تحت الإقامة الجبرية أو إخفائه من أمام الناظرين في معتقلات هذه العصابات الإجرامية. هم مشروعهم سلالي وواضح، هم أي جانب يتجه أيضا هناك الجماعات الموالية لعبد الملك. حتى لو مشروعهم سلالي على الجانب طيب سيد يحيى، حتى لو مشروعهم سلالي هم أيضا يميزون بين السلالة الهاشمية فيما بينهم في تمييز، على أي أساس يتم اعتماد هذا التمييز؟ أولا للتوضيح، السلالة الهاشمية ليست كلها معهم. حالة الضائقة التي موجودة في الشعب اليمني وما يعانيها المواطن اليمني من ترهيب كما هم القبائل منضوين تحت هذه الجماعة، هناك أيضا الجماعات الهاشمية الذي لكن الشعب اليمني جمهوري وبدأ يستوعب خطورة هذا المخطط الذي يقوده عبد الملك الحوثي. هناك انشقاق كبير، هناك الهاشميين في صنعاء تعرضوا للأذى، حسن زيد تعرض للأذى، محمد عبد الملك المتوكل تعرض للأذى، حسن شرف الدين أو الدكتور أحمد شرف الدين تعرض للأذى، وكلهم ضحايا لهذا المشروع. لأن هذا من هم من هاشمي صعدة كانوا ينتمون إلى عاصمة اليمن، إلى الثقافة الموجودة في الجامعات اليمنية، كلهم ومعظمهم خريجي هذه الجامعات ويدركون ما معنى الجمهورية وما معنى الدولة المدنية وماذا يريدون لليمن. عندما وجد هذا المشروع السلالي أنه سيصطدم مع هذه الجهات قام بتصفيتها، عندما وجد في فساده في الجوانب المالية التي يمول بها مشاريعه تم إقصاء نبيل الوزير من وظيفته كوزير المالية وتعيين أحد الجماعات الداعمة لهم. هناك شرخ حقيقي نعم موجود في 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 من ينتمون إلى عبد الملك الحوثي من القناديل ومن يتعارضون معه من سادة صنعاء وهاشمي صنعاء، وهو أصبح واضح أمام الناس. وأعتقد أن التفكك الموجود اليوم، أقول لكم الآن هناك مسيرة في صنعاء على أساس أنها واقفة ضد التحالف وضد القوات المشتركة، ما كان يحشده الحوثيون بالأمس لم يستطيعوا حشدهم اليوم. اليوم يتحدثون وهم مترنحون قلقون مما يجري في الساحل الغربي. المواطن اليمني بدأ يشعر بتباشير النصر وبدأ يعبر عن موقفه. هناك سادة إب اليوم وقفوا في وجه المشرفين وحاربوهم، هناك في العود في العدين وأكثر من منطقة. فما أريد أن أصل إليه أستاذتي العزيزة وأقول أنه مهما كان ومهما مارس الحوثيين مشروع سلالي، يظل المواطن اليمني الذي سيتجاوز بإذن الله من خلال ما يحققه الجيش الوطني والقوات المشتركة سيقف ضد هذا المشروع، لأن اليمن لا تريد أن تخرج من حرب السلالة إلى حرب العنصرية. نريد أن اليمن هذا اليمن ككل. نعم طيب، أنت
طيب سيد يحيى، أنت تتحدث عن اليمن ككل، ولكن الآن لما يكون في تمييز ما بين سلالة صعدة أو جناح صعدة على حساب جناح صنعاء، ما المنتظر من جناح صنعاء أن يقدم عليه؟ أعتقد أنه جناح صنعاء ينتظر أي خطوة إيجابية تطمئنه أن هناك نصر قادم من مأرب، هناك نصر قادم من الساحل الغربي حتى يعبر عن رأيه. جناح صنعاء إذا انطوى في إطار هذه الجماعة السلالية الحوثية على أساس أن هناك مشروع لدولة، مشروع لوطن، ولكن عندما وجد أن هذا المشروع يخدم إيران، يخدم أجندة إيرانية، يخدم فئة مذهبية ليست جديدة على مجتمع اليمني، فأعتقد أنه الموقف، ولو لم يكن هناك مواقف وتأثيرات متحركة، نعود إلى صفحة حسن زيد على تويتر، ننظر إلى تصريحات نبيل الوزير، ننظر إلى تصريحات صالح هبره القبيلي القادم من صعدة، نجد أن كلهم لديهم رفض لدى هذا الجماعة السلالية وتغيير منهجها ومشروعها اليمني إلى مشروع يخدم إيران. هذه العصابة الإجرامية تريد أن تعيدنا إلى عهد إمامي ظلامي نحبب الركام. يعني الشعب اليمني تجاوز هذا. طيب هل الطرف الثاني الذي وضح فيه الانقسام وأنت تحدثت بأنه كان يتوقع بأن يكون هناك مشروع دولة، هل ممكن أنه ينقلب على جناح صاعدة؟ ولا مسألة الانقلاب هذه بعيدة تماما؟ أعتقد أنه إذا أقولها للأمانة وللحقيقة، ما رسخه السلاليين في ظل في 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 ذهن ووعي المواطن اليمني، سواء سادة صنعاء أو ما غير صنعاء أو القبيلي أو أي رعوي باللهجة اليمنية، أعتقد أن الانقلاب قادم. ما ورثوه من وجع وجوع وألم ودم وقتل ودمار، هذا سيكون شرارة متجدة للقضاء على هذه العصابة. ما لاحظناه، أنا أسقط ما يحدث اليوم في إب على ما سيحصل في صنعاء. أصحاب إب ينتظرون دخول طلع البدر علينا بينادوا بها القوات المشتركة، فهذا ما يحدث اليوم. أنا كما أشرت قبل قليل في صنعاء اليوم حشد، لم يعد ذلك الحشد الذي كانوا يتوقعونه، هم ينهزمون. محمد علي الحوثي ظهر وهو لسانه وفهمه جاف، لا يعرف ما يتحدث، لأن الهزائم تتوالى وهم سينتهون بانتصار وإرادة الشعب اليمني الرافض لهذا السلالة. شكرا جزيلا من القاهرة المحلل السياسي اليمني يحيى العابد، شكرا لك. تشهد المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان تحركات مكثفة من حزب الله اللبناني والميليشيات التابعة له والعاملة تحت الجناح الإيراني، من خلال تغيير مواقع تخزين الأسلحة والذخائر في جرود المنطقة ونقل بعضها إلى مناطق أخرى. المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن تحصين النقاط والمواقع وتقليل عدد العناصر في كل مقر، تخوفا من الضربات المتكررة التي تنفذها إسرائيل على القوات الإيرانية في سوريا، لا سيما مع استخدام حزب الله سلاحا وذخائر قبل أيام من منطقة غرب الفرات. قال نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. مفوضية الانتخابات الليبية تؤجل مؤتمرها الصحفي إلى الغد مع تزايد أعداد المترشحين للرئاسة. الآن نرافق القوات اليمنية في طريقها إلى جبهة أطرينة. سقوط صاروخ باليستي، فشلت الميليشيات الحوثية في إطلاقه. ماذا يمكن أن نقرأ من وراء الغارات التي شنها طيران التحالف؟ الميليشيات الحوثية إلى هذه اللحظة تخسر الكثير من معداتها ومن قواها البشرية. نحن أول من وصل إلى هذه الجبهة، جبهة أطرينة بمحافظة حجة على الخطوط الأمامية. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل 264 حوثي
مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي، هذه المرة طالت المدنيين في الدمار. أكثر من 800 أسرة يمنية تم تهجيرها قسرا هذا الأسبوع. هناك 32 مليار دولار وصلت إلى هذه المنظمات لم يستفد منها هؤلاء النازحين. الوضع الإنساني في العبدية، هل هناك تحركات من قبل المنظمات العالمية؟ تخبرنا الآن قوات الشرعية هنا أن هناك مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وأن عائلة مغادرة هذه الجبهة الآن. بكم من جديد. بعد أن كان مقررا عقده اليوم، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيل مؤتمرها الصحفي إلى الغد مع تزايد أعداد المترشحين للرئاسة. هذا ومن المقرر أن يسدل الستار اليوم على الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قدم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية رغم أنه ممنوع تقنيا من خوضها. وقبيل ساعات من إقفال باب الترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا، ارتفع عدد المتقدمين للمفوضية من نظام القذافي السابق 3 ليتنافسوا على أصوات قبائل ومؤيدي ذلك النظام. ووصف مراقبون هذه الخطوة بالمفاجئة بعد توقعات بأن يصطف هذا المعسكر خلف سيف الإسلام القذافي، ما رسم تساؤلات حول مسألة تشتت أصوات هذا المعسكر. والمترشحون من النظام السابق مدير مكتب معمر القذافي البشير صالح الذي يوصف بأنه الصندوق الأسود له، الذي يمتلك مفاتيح خزانة أموال واستثمارات عائلة القذافي في أفريقيا، ومحمد أحمد الشريف الذي تقلد لسنوات منصب وزير التربية والتعليم بعهد القذافي وشغل كذلك منصب الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية. الناشط السياسي والصحفي المناصر للنظام السابق سامي عاشور قال للحدث نت إن ترشحهم يعود لعدم التوافق بين رموز وقبائل النظام السابق على مرشح واحد، مشيرا إلى اتصالات تجري بين أنصار نظام القذافي للدفع بمرشح واحد للرئاسة الليبية وهو سيف الإسلام. طالب مكتب المدعي العسكري العام في ليبيا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإيقاف سير إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للرئاسة إلى حين امتثالهم للتحقيق في تهم مسنودة إليهم، مهددا باتخاذ إجراءات بعينها لم يكشف عن طبيعتها إذا لم ترد المفوضية على طلبهم. واستند المدعي العام العسكري إلى ما قال إنه تورط الرجلين بمقتل ليبيين. بدورها قالت مفوضية الانتخابات إنه ليس من حق المدعي العسكري طلب وقف إجراءات ترشح القذافي وحفتر الذي وصفته بالقانوني إجرائيا. من القاهرة ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الليبية محمد العمامي، أهلا بك معنا سيد محمد. أولا سأبدأ معك من ما هو كان متوقع أن يكون هناك دعم وشعبية متواجدة لسيف الإسلام القذافي، إلا أنه أتباع القذافي الأب انقسموا إلى 3 أقسام ومنهم من أقدم على الترشح. ماذا يعني ذلك وكيف يمكن أن ينظر لحظوظ سيف الإسلام القذافي لخوضه المرحلة الثانية أو الاجتياز مرحلة الطعون؟
مساء الخير يا سيدتي لك وللسادة المشاهدون. نحن المشاهدين نحن الآن نرى مثل هذا الإجراء يحدث في معظم التكتلات، سواء كانت التكتلات التي تتبع النظام السابق، ومثل ما ذكرتي هناك تكتلات أخرى في مصراتة أيضا لها أكثر من مرشح ولها أكثر من تقسم. الشرق أيضا، الجنوب أيضا، كل هذه في تقديري أنا هي تكتيك انتخابي. هذا التكتيك الانتخابي من شأنه أن ينضم في وقت ما ويسيطر على معظم الأصوات. كل هذه الأمور هي خزعبلات انتخابية في العالم كله، ولكنها في ليبيا الآن أصبحت واضحة بطريقة مربكة ومزعجة وأحيانا مضحكة. 61 إلى الآن 61 مرشح، وأعتقد أنهم سيصلون إلى 70. لا أعتقد أن هذا حدث في أي دولة أخرى، 70 شخص. طب وين المشكلة يا سيد محمد إذا كان ومن دون المشكلة؟ أين المشكلة إذا كان في مرحلة طعون؟ ما اللي حابب يترشح يترشح. أنا لا أرى مشكلة، بل صدقيني أرى أنها خطوة حقيقية نحو قيام كيان واحد، حكومة واحدة. هذه الحكومة المنتخبة هي من سوف يتجه إليها الشعب كافة، وأما أن يدعمها أو يسقطها. ولكن الشعب لا يستطيع في الوضع الحالي أن 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 يصطدم بالعديد من التكتلات في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب. هذه الأمور ستتمخض على كيان واحد، هذا الكيان الواحد. أما أن يكون للشعب ومع الشعب وخادما للشعب وسيدا للشعب، أو أن يكون عدوا للشعب، وعندها تأكدي أن الأمر لن يستمر، لن يبقى طويلا إذا أراد الناس إنهاء هذه الأزمة. هذه الأمور أنا لا أراها مشكلة ولا أراها مزعجة، ولكن أراها ما أراه مزعج هو أن لا تحدث انتخابات. ينبغي أن تقوم الانتخابات بأي شكل من الأشكال. عندها سنصل إلى شخص أو إلى كيان واحد هو ما ينبغي تقويمه أو محاربته أو مساندته. طيب، كان هناك حديث من رئيس الحكومة سيد عبد الحميد الدبيبة بأنه هذا القانون مفصل على أشخاص بعينهم للترشح، والآن سمعنا بأنه قدم أوراق ترشحه يوم أمس قبل يوم من إغلاق باب المفوضية، بالرغم أنه تقنيا القانون لا يسمح له، لم يستقل من منصبه قبل 3 أشهر من الترشح، ما زال يرأس حكومة. وبالرغم من ذلك هو توعد أمام لجنة 72 بأنه رئيس حكومة لكل الليبيين ولن يخوض المرحلة الانتخابية المقبلة. هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات؟ هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح. يا سيدتي، ما أراه الآن أن السيد رئيس الحكومة الآن قام بما يريد القيام به ونفذه، ثم أنه فيما أرى الآن هو حالة من حالات أو وسيلة من الوسائل التي يستثمرها ويستغلها أولئك الذين لا يريدون الانتخابات، ولقد قام بدوره بطريقة رائعة وناجحة إلى الغاية. تمكن من استقطاب الكثير من الأصوات، ثم أنه طعن هنا وهناك ودخل في الانتخابات رغم عدم شرعيتها مثل ما قال، وهو يعلم أنه لا أحد سوف يرضى بما يقوم به. إنه دور قام به. طيب، وسينتهي هذه الدور. طيب، ما نراه. طب اسمح لي سيد محمد، في مرحلة الطعون إن تم تفنيد هذه الأسماء 61 المرشحة اللي رشحت أنفسها للرئاسة، إن استبعد السيد عبد الحميد الدبيبة رغم اعتراضه على القانون من خوض المرحلة الثانية من الانتخابات، ما هو المتوقع من ميليشيات الغرب؟ يا سيدتي، لو نتابع ببساطة أن العصا لوح بها من الجهات القادرة،
من يعطل الانتخابات سوف يتأذى. ونحن رأينا الكثير من الأصوات سكنت، ورأينا الكثير من الكائنات التي لا تريد الانتخابات عادت إلى جحورها. نعم. بمعنى أن سوف تقام الانتخابات وسوف تنتهي الانتخابات وسوف يكون هناك كيان واحد، عندها يستطيع الشعب ويستطيع العالم أجمع أن ينهي هذه المشكلة. أما وضعها الحالي ليس بقادر على أحد على إنهائها إلا الله سبحانه وتعالى. شكرا. ولكن عندما نصل إن وصلنا إلى كيان واحد بالإمكان أن ننهي هذه الأزمة. من القاهرة الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الليبية محمد العمامي، شكرا جزيلا. أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أكدت الاستقرار في حالة الطقس، فقد تقرر انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية وكذلك انتظام العمل بجميع المصالح الحكومية اعتبارا من اليوم. قرار من 9 محافظين بتعليق الدراسة الأحد لحين تحسن الأحوال الجوية. محمد أحمد حسن مدير إحدى المدارس من ضمن ملايين ممن تغيرت ظروف عملهم بسبب سوء أحوال الطقس. ممكن لو ما امتحنوش الولاد النهارده بيمتحنوا بكره، يعني ما بتأثرش قوي عليهم يعني للدرجه اللي يعني، لان التعطيل ده بيبقى يوم او حاجه زي كده يعني. بس والهدف منه طبعا الحفاظ على اولادنا يعني، وعشان الشوارع والمواصلات والحاجات دي كلها يعني. على النقيض ألغيت أجازات جميع العاملين في القطاع الصحي الذين ظلوا في استنفار تحسبا لأي طارئ. الأجازات المهنة الطبية ما فيش حاجة اسمها أجازات، كله دلوقتي احنا في حالة طوارئ وكده فممنوع الأجازات. في الإسكندرية كان التأثير أكبر، ولو أن الطرق الرئيسية تم تجهيزها والإنفاق على بنيتها التحتية بسخاء خلال السنة الماضية، ولكن أتت رياح التغيرات المناخية بما لا تشتهي السفن، وظهرت عدة جيوب ومناطق تجمعت فيها مياه الأمطار لتصعب من الحركة وتغلق بعض الشوارع. لما يبقى أنا عندي في اسكندرية 1,900,000 متر مكعب طاقة استيعابية، منهم 900,000 ده الصرف الطبيعي للناس، يبقى أنا مستعد استقبل 1,000,000 متر مكعب. لما ينزل عليا 3,000,000 أو 4,000,000 في نوى زي النوى اللي احنا فيها دي، الكمية المية هتروح فين؟ لازم تظهر لي على وش الأرض. طبعا احنا عندنا حوالي 94,000 مطبق على مستوى محافظة اسكندرية، وعندنا أكثر من 34,000 شنيشة. العدد ده ضخم جدا، عشان يتم تطهيره بالكامل على مدار 15 يوم قبل النواة طبعا عملية صعبة جدا. هذه مجرد بداية فصل الشتاء في مصر، وهي بداية قوية، وكميات أمطار مثل هذه يتوقع أن تهبط مجددا على البلاد. تامر نصرت، الحدث، الإسكندرية. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة، دوما قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلوا معها وتابعوها، وأيضا زوروا موقعنا الإلكتروني الحدث.net. أنا تهاني الجهني أشكركم، أعود وألقاكم بعد ساعة من الآن بإذن الله. إلى اللقاء.